أستاذة خديجة بوارا ورئيسة جمعية انطلاقة للتضامن التنمية بصفة الرئيسة الحاجة زهور البرجاوي وجمعية سلطانة للفنون الحرفية برئاسة رشيدة شلال ومعنا الجمعية ديال المتطوع المتطوعات المسيرة الخضراء برئاسة السيدة ربيعة سكومة. يعني اليوم تنشكرهم على هذا الحفل اللي قاموا به هما وتين الشعوب وتنشكر الجمعية ديال جمعيتهم والثقافة والرياضة والأعمال الاجتماعية وتشكر جمعية أرباب الناقة جمعية السلامة أرباب الوطن وتشكر كل حضور الإعلامي اللي حاضر معنا وتيسالنا دائما. واليوم احنا هذا الاحتفال هذا اللي دايرين احنا درناه بالأطفال باللباس المتنوع جميع المدن ترسخوا الطفل ديالنا ترسخوا الأطفال ديالنا شنو هي عيد المسيرة شنو هو عيد الاستقلال لأن هذاك العيد كان تحتفلوا به الأجداد ديالنا وكانت المسيرة هما اللي رسخوها فيها من الأجداد ديالنا وحنا اليوم وارثينها من جد لجد واليوم تنعلموا لوليداتنا شنو هو حب الوطن وشعارنا الدائم الله الوطن الملك وتنحيوا جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو ليها والأسرة العلوية وتنحيي الأم ديالي السيدة البرجاوي زهور اللي في الصراحة هي اللي علمت فيا الروح المواطنة وعلمتني شنو هو الروح الوطن وشنو هي الغيرة على عيد المسيرة. واليوم بغيت نعطي واحد الكلمة للأم ديالي بأنها تعطيها هي اللي كانت من الناس ديال قتال المسيرة. لا ضروري. السلام عليكم. اليوم الحزن الزهور بغيناك تقولي لنا يعني هاد 18 هو شنو كيعني للمغاربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد النهار عندنا عظيم عبد الله هاد النهار ديال 18 فبراير ديال 18 نوفمبر هو عيد ديال الاستقلال هو عيد الناس اللي قاموا يجاهدوا بأرواحهم حتى حررونا المغرب ديالنا مع الاستقلال. كنشكروا هاد الناس واللي مات الله يرحمه واللي هو عايش وحنا كنبلغوا هاد الشيء لوليداتنا وعاش محمد السادس نصره الله وأيده. وهاد النهار ديال المسيره الخضراء حنا تنذكروا بها الوليدات ديالنا وراه كنشكروا جميع الجمعيات اللي هما تطوعوا وجميع الجمعيات اللي ناضلوا على هاد النهار اللي غيكون عبره لكل واحد والناس كلها كتشوف كتفرج تتشوف هاد النهار اشنو هو عيد المسيره وعيد الاستقلال. كنطلبوا من الجامع باش يذكر ولادو ونكون كنا مقاومين كنا ناضلوا كنا كنكونوا جنود مجندون وراء جلالة الملك الحسن الثاني محمد السادس والله يرحم الحسن الثاني والله يرحم محمد الخامس. لا تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.